بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة من الريسات الفضائية المستقلة، وفي حلقة جديدة في برنامج حديث الساعة. يسرنا أنساتي سيداتي سادتي أن نتابع أول نشاط للملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي الذي تأسس قبل أيام في مدينة ملبورن. ربما كنا تحدثنا عن أنه في شهر ديسمبر الماضي تم تدشين هذا الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي، وهذا الملتقى يعنى بالثقافة بمعناها الشامل بما فيها السياسة طبعا، ويحاول أن يتحرك خارج الأطر التنظيمية المعروفة. والحمد لله تمكنا من تأسيس هذا الملتقى، وتم تدشينه وإعلانه بشكل رسمي لسكان مدينة ملبورن وللعالم كله. أعلننا ميلاد ذلك الملتقى في باكورة أنشطة هذا الملتقى. وفق الملتقى أن يكرم موقع إعلامي في غاية الأهمية، وهو موقع عونة الإلكتروني، الذي استضافنا مديره ومؤسسه أخونا عبد الوهاب جمع حاج في أكثر من برنامج في هذه القناة المباركة. كما قلت لكم، مجموعة الملتقى قررت أن تكرم شخصية عونة والموقع لصموده واستمراره ربع قرن، 25 عام، وهو يتناول المشكل الوطني ويحاول يعالجه. في نفس الوقت برضه يلتفت إلى الطلاب عبر مشروع مليون كراس وقلم، وذلك لتوفير القرطاس التعليمية لأبناء المشردين واللاجئين في معسكرات اللجوء، سواء كان في السودان أو في إثيوبيا أو في اليمن أو في جيبوتي. كذلك يلتفت الموقع عبر نشاط مديره الأستاذ أبو وليد إلى الذين يتضررون جراء السيول والأمطار والعواصف في معسكرات اللجوء في عسعيتة وفي غيرها من المناطق. كذلك يهتم بمتابعة أحداث الوطن رغم قلة المناصرين له وقلة الإمكانيات المادية والفنية، ولكنه يتحرك، ولذلك قررنا أن نحتفي به ونكرمه أجمل تكريم. بعد اجتماعات مكثفة مع اللجنة إدارة الملتقى، لجنة إدارة الملتقى، وقررنا أن ننطلق إلى المواطنين الإثريين الموجودين في مدينة ملبورن. اتصلنا بعدد من الشخصيات والأفراد، وطلبنا برضو أنه من يود أن يشارك في التكريم بأي شكل من الأشكال، الباب مفتوح. ومشكورين يعني مجموعة من سنذكر أسماءهم بعدين، وقفوا معنا الوقفة الإنسانية، ليس بذلك المستوى المطلوب حقيقة، ولكن يشكرون كذلك المجموعة التي ساهمت ودعمت حفل التكريم. كذلك الحضور كان لا بأس به، قرابة 50 من الذكور والإناث. برضو هذا العدد في الواقع الإريتري المؤسف جدا، برضو يعتبر عدد لا بأس به، ولكن بحجم موقعونا ورسالته وصموده وأهدافه كان ينبغي أن تعج هذه القاعة التي ترونها أمامكم، يعني كان ينبغي أن تعج بالحضور الغفير. لكن هي هذه حالة الإريتريين، والإريتريين عندما نقول الإريتريين الناطقين بالعربية، خلينا نقول بشكل صريح، نحن في غناء حرة ومستقلة. يعني حقيقة لو كان المحتفى به من المتحدثين بالتجرينية، خلينا نقول بصراحة يعني من المتحدثين بالتجرينية والمحتفى به من أخواننا في التجرينية، وعمل هذا الموقع كان بالتجرينية و25 عام، وقررت المجموعة أيا كانت المجموعة أن تكرم صاحب الموقع المتحدث بالتجرينية والناشر بالتجرينية، مش قاعة وحدي، 10 قاعات زي دي ما كانت حتكفي الناس، لأنه في جدية حقيقة، يعني في جدية من الناطقين بالتجرينية، وخلينا نقول بشكل صريح. أما المتحدثين باللغة العربية الذين نحن نتحدث إليهم ونتحدث عن قضاياهم، يعني على مرمى حجر كان من تكريم أخونا عونة
هذا الملتقى، أعضاء الملتقى، يعني نحن اجتمعنا أكثر، إذا ما قلنا تقريبا اجتمعنا قريبا كم 20 اجتماع، يعني اجتماع فيس تو فيس واجتماع عبر تقنية الوسائل الأخرى يعني. وكان من المتوقع أن يأتوا إلينا يعني على مرمى حجر من المقر الذي أقمنا فيه تكريم الملتقى. هنالك مقهى مشهور يعني نحيي صاحبه، يعني العدد اللي كان موجود في المقهى أكثر من اللي كان موجود معانا في حفل التكريم، وشر البلية ما يضحك طبعا. وعلى برضو الأماكن الأخرى التي يتواجد فيها الإريتريين الناطقون باللغة العربية هذه، والله عددهم كان كبير في حوالي الملتقى، ووقفنا لوحدنا مع الأسف الشديد يعني. وانتظرنا، المفروض كان نبدأ الساعة 6 كما هو معلن، بديناها 7 وحاجة، قلنا عسى ولعل يأتونا. طبعا المبررات كثيرة، كان هنالك عزاء ما في شك، والناس برضو من العزاء المشكورين جونا، يعني جونا مشكورين يعني لهم التحية والتقدير. إذا حبينا نقول بشكل صريح ونقول، والله أيها المستمع الكريم والمشاهد الكريم الناطق بالعربية، إذا ذهبتم بهذا المنحى وبهذا التعاطي مع إعلامكم، مع قضاياكم، مع المضحين من أجلكم وبتاع، والله لن تقوم لكم قائمة في المستقبل أبدا يعني. والتاريخ، التاريخ طبعا هو التاريخ، المستقبل، الاستشراف، التاريخ هو يعني بشائره ونذره وعلاماته هي بين أيدينا الآن يعني. يعني أنا أتصور إنه إريتريا كيف ستكون بعد 30 40 سنة يعني، أتخيلها كده، لأن وفق المعطيات الموجودة، وفق المعطيات الموجودة في كل الاتجاهات، سواء كان في الإعلام، في السياسة، في غيره، في غيره. يعني أنا ما داري أخش في السياسة الآن وأقول في أحزاب ناطقة بالعربية فقط، وفي أحزاب ناطقة بالتجرينية، لكن حتى داخل الأحزاب الناطقين بالعربية والناطقين بغير التجرينية، والله وجودهم باهت جدا ومخجل، وما في أي يعني ما في أي تواجد ذلك المستوى المطلوب. ولذلك من يدعي ويقول أن العربية دي دخيلة على المجتمع الإريتري، قد يكون يعني يرتكز على، هي ما حقائق مثل هذه، ولكنه يرتكز ربما إلى الواقع الذي تعيش هذه اللغة. ولذلك في كل التبديات، حتى في المطاعم، لو مشيت في مطاعم فاتحين ناس يتحدثوا اللغة العربية، العملاء والناس اللي بيجوهم ما متحدثين بالعربية. بالمناسبة هنالك لعنة في هذا المجتمع بالذات المتحدث باللغة العربية. وأنا والله بعد الآن سنة تقول الحقائق المرة يعني، لأنه حاولنا نجامل، حاولنا نتحدث برمزيات، حاولنا نتحدث بقصائد، حاولنا نتحدث واللبيب بالإشارة يفهمه، ما في زول يفهم، ما في حد يفهم في مواقعنا، واقعنا العربي، الواقع العربي أنا أقول بشكل صريح يعني. فكأنه هنالك لعنة، وهناك يعني في، والغريب الناس يقولوا ظلمونا وعملوا لنا وكذا، وأنتم لا تناصروا قضاياكم، نوافذكم، مراصدكم، منابركم، أحزابكم. أنا ما أزعم فأقول في أحزاب عربية، في أحزاب ناطقة بالعربية، ولكن وجودكم حتى كناطقين بالعربية في أحزابكم، في منظماتكم المدنية وغير ذلك، أنتم لا وجود لكم أبدا. وكل المراصد هذه العربية الموجودة هي مراصد ملحقة، ممكن تجي في أي لحظة من اللحظات. ولذلك أنا أبشركم والله، لن تقوم لكم قائمة إذا سرتم بهذا المنحى الذي تسيرون عليه. لا تنصرون من ينصر قضاياكم، ولا تكرمون، يا أخي ما قلنا لكم تعالوا كرموا الملتقى، الملتقى فتح نافذة وقال لكم تعالوا يا جماعة نكرم موقعنا الذي لا يختلف حوله نفرين ما بيختلفوا فيه، موقعنا ودور الوطني، دور الإعلامي ودور الإنساني، نفرين ثلاثة لو قعدت تقول لهم عون رأيك شو، يا سلام يقول لك. ذهبنا وطرقنا كل الأبواب، قلنا لهم يا جماعة نحن في الملتقى الثقافي الإريتري فتحنا لكم نافذة، نافذة لتكريم هذا الرجل الهميم وأسرته. والله عدد مخجل جدا من وقف معنا ودعمنا، الدعم يعني مخجل، ليس في من تقدموا، هم مشكورين الذين تقدموا إلينا بالدعم المادي والدعم المعنوي، المادي يعني مادة وحاجات عينية يعني، نشكرهم جزيل الشكر. لكن ما كنا نتوقع ذلك، والله كنا متوقعين أن المجتمع ده ينتفض من نومه، من نومته، ومن من سباته العميق، ويقول هذا الرجل لا يختلف حوله. فإذا به سبحان الله يعني،
وكل من تحدث يقول لك يا سلام وكذا بتاع، ناس وعدونا انه حيجوا وحيتحدثوا وحيكرموا وحيتبرعوا، كلها ذهبت مع الريح. انا اشكر كل، والله انا حاذكر اسماء الذين وقفوا معنا. طبعا ما دايرين، انا والله كنت معد برنامج كامل ان اتحدث انه الكلمات الرسميه التي القيت، سواء كان من سكرتير الملتقى الاستاذ اري محمد صالح، رباط سكرتير الملتقى الثقافي لاريتريا، قدم كلمه باللغه الانجليزيه، كلمه ضافيه، تحدث عن دور ابو وليد، ثم تحدث نائب الرئيس الاستاذ عامر حقوس، تحدث عن مجاهدات هذا الرجل، وقفته مع اللاجئين، مع الطلاب، مع المشردين، مع الذين أصابتهم المجاعة والريح والأمطار والعواصف وغيرها. مشكور أستاذ نائب رئيس الملتقى الثقافي أستاذ عامر، تحدث بما فيه الكفاية. رئيس الملتقى الإريتري الثقافي الأسترالي الذي تحدث إليكم العبد الفقير إلى الله، تحدثت عن كيف تحمل هذا الرجل أعباء لا تتحمله الجبال، يعني رغم المكايدات والمماحكات والمعاكسات والإحباطات أمام مجموعة، نظام يمارس كل أنواع العربدة إلى ما فيها البيع والشراء، والمثبطين من أنصار النظام والمجموعة الحالمين الواهمين رموا عبد الوهاب وموقعه بأفظع الأوصاف وغيرها، وتناولوه بلا حق وتناولوه بالباطل، يعني صباح مساء، والرجل في الجبل صامد واقف ومستمر في رسالته. حدثت انه كيف تحمل اعباء تلك المرحله، وانا والله كنت داير اتحدث عن وانقل الكلمه التي قدمتها، ولكن والله الموقف ذاته خلانا يعني نقول الحقائق المره لهذا المشاهد الكريم، ولذلك يعني سنسدي الشكر لمن وقفوا معنا وحضروا، بكل مقاماتكم السامه الذين حضرتم وتعاونتم معنا في حاجات كثيره، في تنظيف المكان، في ترتيب المكان، في يعني نحن بالمناسبة يعني مجموعة الملتقى مش يعني قعدنا كده وفكرنا كده قعدة قهوة كده وقلنا نعمل كده، قعدنا وجلسنا وفكرنا وخططنا وحذفنا، اتفقنا واختلفنا وناقشنا، وإلى أن وصلنا بهذا، خرجنا إلى الملأ في باكورة عملنا، والعمل كان والله يعني مرضي تمام، ما يرضى طموحنا 100%، لكن بكل المقاييس في أجواء محبطة ومثبطة أن نكون بهذا القدر من النجاح، أول هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم توفيق برضو من الذين آزرونا وناصرونا، وهي قلة لا تتعدى، الذين وقفوا معنا والله لا يتعدوا 10 12 واحد، الذين يعني تبرعوا والذين دعموا الدعم العين، 10 في مدينة فيها أكثر من 6000 مواطن إريتري، في مدينة تعج بعدد هائل من الجالية الإريترية، في مدينة تعج بالرعيل، تعج بالمقاتلين، بالمناضلين. أما الذين حضروا طبعا من 6000 يعني 50 واحدا، بالله عليك الله ما مخجل هذه. وأنا والله خرجت أقول الحقائق، ما داير نقرأ ذاته الكلام اللي قريناه، لأنه بثيناه عبر صفحاتنا وموقع عور. ولذلك أنا أقول إنه في الختام طبعا لابد أن نشكر الذين وقفوا معنا، حنشكرهم اسم اسم، لكن داير أقول كلمة حق في واقعكم أيها المتحدثون باللغة العربية في إريتريا. كثير من المحاولات بتطلع إلى العلن، كثير من المراصد بتعمل وتجتهد، مواقع إذاعات تلفزيونات، يعني هذه المواقع والله يعني لو فتحوا باب المساهمة والمؤازرة شيء مخجل، شيء مخجل، وده نذر بتاعت خطر، والله سنكون يعني مقطورين كما قال أحد الزملاء الصحفيين والدبلوماسيين والكتاب، يعني المتحدثين باللغة العربية في إريتريا والله يمكن المقطورة ذاته ما حنكفر. ونحن قاعد نقول عن واقع، يعني عشنا واقع جينا منه بعد ما عشناه 17 عام، واقع في الخارج قاعد نعيش، والله نحن شهادتنا يعني شهادة مقبولة، يعني عشنا واقع وعارفين سيناريوهاته الداخلية كيف، وطلعنا برا برضه عايشين مش شهر شهرين يوم يومين، سنين قاعدين يعني قرابة ال 14 عام، يعني كأنها مناصفة 17 عام في الداخل و14 عام في الخارج. انتوا دايرين شهادة أكثر من كده شنو يعني أيها المشاهدون الكرام؟ قاعد نقول لكم لو ما تواجدتوا ولو ما دعمتوا
مشاريعكم ولغاتكم وثقافتكم ونوافذكم واتجاهاتكم، ادعموها بالوقفة، ادعموها بالمال، ادعموها بالمناصرة، ادعموها بالرأي الانتقاد. يا أخي شوفوا الناس الثانيين قاعد يعملوا شنو، عديل كده نقول لكم شوف المتحدثين بالتجرينيا قاعد يعملوا شنو. أيها الناس، أنا ما قاعد أصنف المجتمع الإريتري مجتمع تجرينيا ومجتمع لغة عربية، لكن شئنا أو أبينا هنالك ثقافتين، هنالك لغتين في اتجاهين، مع احترامي الشديد للغات الثانية. اللغات الثانية غير التجرينيا ينسحب عليها ما ينسحب على هذه اللغة العربية. نتكلم بشكل صريح أيها المشاهدون الكرام، أنتم فقط تقولوا ظلموه تتباكوا على اللبن المسكوب، وفي يدكم لحد اليوم، لحد هذه اللحظة، بإمكانكم أن تدعموا وتقفوا حيث يقف الآخرون، لكن بهذه الطريقة التي تقفون فيها في إعلامكم، في أمسياتكم، في ثقافاتكم، في اتجاهاتكم، في أحزابكم وغيره وغيره، والله لن تقوم لكم قائمة في المستقبل. المقطورة ذات ما حتركبوها، ولن تكن لكم إرادة، وستكون كما أنتم عليه وأسوأ مما أنتم عليه الآن. أنا أتكلم بحرقة شديدة لأنه خلاص يعني لم يتبقى لنا إلا أن نقول الحقيقة، وإذا ما قلنا الحقيقة نحن قاعد نكذب على الناس ونجامل. ولذلك يعني هذا مظهر، وكلما عملنا نشاط، لأنه متحدثين نحن باللغة العربية وفي غيرها من المدن، مدن الشتات والعالم في أوروبا وأمريكا وغيرها، يعني نحن في الخانة على الرصيف، يعني على الرصيف، والأقوام في ونحن ساقطين على الطرق. أقولها بشكل صريح، كأننا ساقطين على الطرق. نحن بعد نحن نقول الحقيقة بعد الآن، ما تبقى لنا إلا الحقيقة، ويمكن هذه المراصد كلها تقف قبل ما نقول الحقيقة، فقلنا يا أخي نقول الحقيقة. يعني أنتم لا تنشطوا إلا في المهاترات، ولا وإلا في الحروب البينية التي بينكم، واحد لو انتقد زول وشوف وبالآلاف والتعليقات وما إلى ذلك، لكن في الحاجات الجادة والمشاريع أنتم على الرصيف. وأنا بقول الأقوام في سيرها لا تعطف على ساقط في الطريق. هذا الذي قاله مصطفى لطفي المنفلوطي أعتقد. إلى الأمام يا أبناء الوادي وأبناء الشرق أجمعين، إلى الأمام نساء ورجالا. والله الكلام ده قلناه، حفظناه في المرحلة الابتدائية، وكأني أرى هنالك أقوام ساقطون على الطريق، والساقط على الطريق ما في زول يعطف عليهم. والمشاريع الموجودة المستقبلية، مشاريع التحدي في إريتريا، هي هذه المشاريع تؤمن لمن يعمل. هنالك جهة تعمل واحترمت جدا، والله كامل الاحترام والتقدير، هذه الجهة التي تعمل، الجهات المتحدثة بالتجرينية، أنا بقولها بشكل صريح، في الريسات اللي بتشتغل بخمسة لغات حتى اليوم، التجرينية والعربية والعفر والبلين والتجرايت. المتحدثين والثقافة التجرينية لهم كل الاحترام والتقدير، وأنا أقول هؤلاء أناس جادون ويعملون من أجل المستقبل، ولهم كل الاحترام والتقدير باعتبارهم مواطنين، ولهم كامل الحق. والحياة لمن يعمل، الحياة لمن يعمل، حتى الذي يعمل على الباطل، هؤلاء الناس يعملون على حق وطني وعلى مشروع وطني. هذه النافذة التي نتحدث إليها، والله لهم الفضل في ذلك، وأنا أقولها بشكل صريح. كل الزملاء أحييهم، أنا ما بقول إنه البورد ما كان فيه غير التجرينيا، كانوا فيه غير التجرينيا موجودين فيه، لكن الحق يقال، يعني الحق يقال. حتى نحن ذاته كنا في البدايات، في بداية الفكرة أنا كنت موجود معهم، لكن لم أنضم إليهم إلا بعد عام. وفي البورد في ناس غير التجرينيا، لكن المجموعة الكبرى كانت تجرينيا، ونحترمها ونقدرها، وفتحت هذه النافذة. والآن الفاعلين في التجرينيا أكثر، ودي حقيقة. انظر إلى اليوتيوب، انظر إلى حتى المشاهدة الموجودة، حتى عدد البرامج الموجودة في قسم التجرينيا، وعدد البرامج الموجودة في القسم العربي. نحن لسنا، لأنه ما عندنا إمكانية ولا عندنا خبرة ولا عندنا، لكن نحن فقدنا المناصرين، فقدنا المناصرين الذين يمكن أن يساهموا معنا في هذا البرنامج. أنا لوحدي اشتغلت عام ونيف لوحدي كأبي ذر، كما أقول دوما، أي زول أنا أشوفه لوحده بسميه أبو ذر، يعني كما وقف أخونا عونة كأبي ذر يعني لوحده. اشتغلت سنة وحدي، سنة وشيء كمان، قرابة السنتين لوحدي، إلى أن انضم إلي مشكورا أخونا إدريس سليمان خليفة أبو هاشم، فخفف عني العبء، استلم الأخبار وترجمة وتحريرا وتقديما. انضم إلينا مشكورا أخونا كرار هياب بكل إمكانياته، وأبو هاشم بكل إمكانياته الإدارية والتربوية، كرار هياب بكل إعلامه، إمكانياته الإعلامية والسياسية والنقابية كذلك.
فأضاف إلينا برنامج اسمه كيف الحال، يقدمه ويعد ويخرج براه ويكد ويعمل ليل نهار. أنا بقدم برنامجين في الأسبوع، إما اتجاهات أو حديث الساعة، اتجاهات الملف اتجاهها، وهكذا يعني. وهذا جو واحد من البرامج يعني. وكل الأعمال التي نعمل بها خارج هذه القناة، سواء كان في شبكة سلام أو في إذاعة إرينا الدولية في باريس، وهكذا يعني، وفي مراصد أخرى، بالذات في المناشط الإريترية، والله فأعمل بها أكثر من اتجاه، بهدف أنه التواصل مع الآخر. وفي كل الاتجاهات التي نعمل بها لا لا مناصر، نحن نصيبنا الله وحده بس، وإحساسنا وضميرنا بأننا نقدم إلى شعب. والله أحيانا نقول شعب لا 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 يستاهل أنه الواحد تضحي له بهذه التضحية. لو قلبنا اللغة التي نتحدث بها الآن، المتابعة كثيرة يعني. وأنا دائما أقول اليوتيوب ليس مقياس، لأنه نحن نصل إلى الداخل الآن، الداخل موجود ونحن نصل هنا، ولكن على الأقل التفاعل والتواجد، التواجد والتفاعل والمؤازرة والدعم. نحن في الرسالة دعم شعبي، دعم مشاهد وجماهير يعني. لكن المشاهد الجمهور العربي غير العربي كمان، العفري والتجريت والبلين وبتاع، أين أنتم من دعم هذه القناة؟ أنا أستحي أن أقول والله ضمن 116 ألف التي جمعت في عدد من المدن الأمريكية، أستحي أن أقول والله ما هي النسبة التي جمعت من 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 قناة بتهم مشاهدين غير ناطقين بالتجرينيا. عدد مخجل والله، عدد يكاد يكون لا يذكر يعني. ألا تستحوا أيها الناس؟ يا أخي ما نستحي، كلنا ما نستحي، وبعد كذا نقول نحن مظلومين، وين اللغة العربية؟ وين؟ والله أنت بهذا التجاهل، بهذا القدر، بهذه السطحية التي تعيشها. نحن لا نتحدث عن قناة وإذاعة وموقع وغير ذلك، نحن نتحدث عن مشروع في المستقبل. لن تقم لك قائمة في إريتريا القادمة، وإريتريا القادمة جاية جاية برضو ستكون على الهامش، وحتكون تابع ومقطور، ولن تكون لك قائمة، وربما حيكون عندك المستقبل أسوأ مما تتوقعه، لأنك أنت لا تتفاعل. أنت ممكن تقول لي طيب أنت بس التفاعل ده فاكره في قناتك دي وإذاعتك ديك وموقعك ذاك وبتاع. وقد تكون قد تسأل هذا السؤال السطحي. أسأل نفسك وحاول، أين أنت من المشاريع الموجودة الآن؟ وقلب غير قنواتنا وإذاعاتنا ومواقعنا، شوف نفسك أين أنت؟ أنت قاعد في القهاوي بس، قاعد في المآتم والأفراح، وتقول فلان عمل كده وظلمونا وعمل كده وبتاع. يا أخي أصدر كتاب باللغة العربية اليوم في إريتريا، في الواقع الإريتري. أصدر أي كتاب باللغة العربية. وأنا عندي قدامي ها 3 كتب قدامي. ده كتاب مكتوب عن جبهة التحرير الإريترية بداية والنهاية. والله أتحدى للقارئ العربي إنه كم نسبة الذين قرأوا هذا الكتاب، والكتاب ده مكتوب مش اليوم، كتبه إبراهيم محمد علي له التحية والصحة والعافية، مكتوب الطبعة الأولى 2010. كم منكم يقتني هذا الكتاب عشان يعرف؟ وتقول إنه جبهة التحرير الإريترية أيوة نتآمروا عليها وبتاع. أنت لا تعرف ما كيف تآمر عليها، بداية ونهاية. يكفيك إذا قرأت هذا الكتاب، ما عندك ليه، حتعرف الحقائق. كم منكم يمتلك هذا الكتاب أو قرأه أو سمع عنه؟ والله حاجة مخجلة. ده كتاب آخر باللغة الإنجليزية، يتحدث كتبه الأستاذ بركات عبد السلاسي، صادر كتاب جديد. الكتاب ده صدر، وفي التدشين نحن وقفنا على هذا الكتاب. الكتاب ده صدر قريبا يعني، وأنا حقرأ لكم التاريخ. صادر قريبا. ليش ما كاتبين عنه؟ لأن هذا الكتاب هو يعتبر من الكتب الجديدة التي صدرت قريبا جدا. وإذا عملت أي بحث عن إنه مش مبيعات هذا الكتاب وسحبه، هتلاقي فيه بالآلاف بالآلاف المؤلفة. أيوة، كتاب صدر 2022، لم يمر عليه حتى عام واحد، حتى عام واحد. أنا متأكد إنه هذا الكتاب يمكن انسحب طبع مرتين يعني، دفعة أولى ودفعة ثانية أو الطبعة الثانية، وإذا لم يكن بالآلاف هو طبع ويكون مؤكد مشترين. ده كتاب ثالث بالتجرينية، كتبه الكاتب أمنتو تسفاي. أمنتو تسفاي كتبه عن الشيخ الشهيد عبد القادر كبيري. هذا كتاب صدر مؤخرا جديدا، كتاب باللغة التجرينية. والله لو سألنا
لو سألنا الجهة التي تقوم بنشر الكتاب كم بيع من هذا الكتاب؟ حتكون بالآلاف، لأنه هو بالتجرية بالآلاف. وحتى لما جاءنا أخونا صالح عبد القادر الكبيرة، حفيد الشهيد الشيخ عبد القادر الكبيرة، جاب معه مجموعة من الكتب، تخطفوها الناس حتى في ملتقانا ذاته، وأنا أخذت منه هذا الكتاب. فأنا دار أقول إنه الكتاب ده عشان مكتوب باللغة التجرينية حيباع بالآلاف. نفس الكتاب ده لو مكتوب باللغة العربية، والله تستحي العدد حيتباع منه كم. بالتالي ده واقع أيها الناس، أفهموا هذا الواقع وتحركوا من خلاله. وإذا مشيت بهذه الطريقة، أنا أبشركم أنه لن تقم لكم قائمة في إريتريا المستقبل وإريتريا القادمة. والناس شغالة، الناس شغالة، والله الحياة لمن يعمل. والناس الشغالين هم وطنيين وعندهم الحق الكامل أن يعملوا، والحياة لمن يعمل. أنت تعمل حيكون عندك موقع، لكن أن تظل دائما على الهامش وعلى الرصيف ولا تتبنى مشاريع ولا تدعم المواقف، لا تدعم القنوات ولا تدعم المكرمين وما ت... وفي أي مك... يا حتى في المطاعم، في المطاعم أنتم ما بتدعموا الناس. حدثوني كثير من أخوان الإريتريين ناطقين باللغة العربية، فتحوا مطاعم في لندن وفي باريس، وهنا حتى في ميلبون عندنا، في ميلبون عندنا الناس ما بيمشوا اليوم. أنا ما بقول إنه لو دار تاكل بتمشي اللغة وبتاع، ما مش مسألة محاصصة أنت ما دار تاكل لغة، لكن على الأقل يا أخي أنصر أخوك، يا أخي أخوك أنصره، أمشي له بس وقول له بدل تاكل وتقول، ويدعوا إنه الناس ما بتعمل، ما يعملوا أكل كويس، ما في حد بالله في أوروبا دي وأمريكا وأستراليا وكذا لازم تاكل الأكل زي ما تاكله في بيتك. والله ذاته الحديث عن الأكل في وجود آلاف ملايين الناس في معسكرات اللجوء والشتات وكذا، المفروض الناس يخجلوا ذلك، حدثوا عن الأكل. لكن أنا أجيبه من باب المناصرة، مناصرة ناسك، يعني ناسك المتحدثين بلغتك، المتحدثين بثقافتك، أمشي أنصرهم. أنا قاعد أجيب المشاهد كلها، لا في السياسة لا في الإعلام، حتى في التجارة، حتى يا أخي في الكتب والمنشورات وما إلى ذلك. طيب أنتم إيه يعني؟ حالة والله مقرفة ومزعجة ذاته. ولذلك أنا حبيت أقول، أنا كنت داير أتحدث ماذا تم، وحتى بالنسبة للذين دعموا، ما عندنا زمن ذاته نذكر أسمائهم، لكن شكرا لهم جميعا الذين دعموا التكريم، الذين تحدثوا بكلمات ضافية، كلمات معبرة، كلمات شكر وتقدير، لهم كل الشكر والتقدير. عدد يعني محدود من الإعلاميين الذين شرفونا هذا الملتقى، على الرغم من أنه أنا داير أقول شهادة، ما في مرصد إعلامي وشخصية إعلامية معروفة في هذه المدينة وإلا كتبنا لها رسالة باسمها، باسمها. وأنا كرجل إعلامي دائما أقول يا إخوان الإعلاميين، ما ترسلوا لهم رسالة عامة مع كل العوام، تنزلوها في الموقع وكذا، لا، في المناسبات احترموا المواقع، احترموا الإعلاميين، رسلوا لهم رسائل باسمهم وباسم مواقعهم. وكل الذين يعملون في الحقل الإعلامي في هذه المدينة، ومع الأسف الشديد المدينة المقاومة زمان، طبعا أنا لا أتجاسر أقول هي مدينة مقاومة بعد الآن يعني، لكن معظم الإعلام المقاوم موجود في هذه المدينة، إنهم رسلنا لهم باسمهم وباسم مواقعهم. العدد الذي جاء نفر نفرين يعني، وهم يعني أعداد أكبر من كده. الذين جاءونا لهم الشكر والتقدير، والذين لم يأتوا نقول لهم أنتم ما عارفين رسالتكم الإعلامية يا أخي. فضوليا ذاته أنت كإعلامي فضولي يا أخي، تعال شوف ماذا يقول الناس. بالله شفت لك اعلام، رجل اعلامي ما يحضر مناسبه زي دي مثلا؟ انا لو من نفسي والله ما جيت، والله بخجل يعني كرجل اعلامي، يعني عندي مراصد شغال فيها، اقول يا اخي ماذا تحدث الناس؟ كيف رجل اعلامي وفي نفس الوقت برضه حتى السياسيين؟ هذا الملتقى الثقافي الاريتري الاسترالي يحمل بعد سياسي، بعد ثقافي، بعد انساني، بعد اعلامي، بعد تربوي، فيه أبعاد الثقافة بمعناها الشامل كما نوانا وتحدثنا عنها في أبعادها الطويلة. فمن لا تعني هذه الثقافة؟ لكن الناس يعني هذه هي المشكلة. حتى الأخوات يعني أنا أوجه صوت لهم، صوت لهم، لأنه أبو وليد لم يكن لوحده، أبو وليد كان شغال في بيته، والتكريم الذي حدث كان تكريم برضو لأم وليد وأسرته كلها، لأنه ضحت بالغالي والنفيس من أجل رسالة، من أجل قضية عامة، قضية إريتريا. كما الذين جاءوا من الأخوات والأمهات والبنات، والله لا يتعدى عددهن 10،
هذه ما حاجة مخجل، ما تنصر أختكم يعني أم وليد، نقولها بشكل صريح يعني. وشكرا لله أتينا وقدمنا هدايا وتحدثنا، لكن هذا ليس كافيا. أنا كنا مفتكرين إنه ما حنقدر يعني، نحن الأمسية كانت أمسية شكر وتقدير، أن نقول لأبو وليد وأسرة أبو وليد وأم وليد شكرا لكم أيها الأحباب على ما قدمتم من أجل إريتريا وشعبها. شنو إريتريا حتديهم أكثر من هنا شنو يعني؟ 25 سنة أسرة ضاحي من أجل قضية عامة، ولما تعمل تكريم عشان ينصروه ويقولوا لا شكرا بس، لا دايرين منهم قروش ولا دايرين منهم، بس شكرا بالحضور. الحضور الكبير يضفي يعني له معنى أكبر يعني. كلمة شكر ما قادرين يقولوها. أنتم حيكون عندكم مساهمة في المستقبل في إريتريا القادمة، قس على هذه المدينة، قس على كل المدن الناطقين باللغة العربية. هذا، السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام، ألتقيكم إن شاء الله في حديث صريح آخر. حتى ذلك الحين تحياتي، محدثكم أحمد الشريف، ومبروك لعونة، مبروك لأسرة عونة، وشكرا لكل الذين وقفوا معنا في هذا التكريم. الملتقى الثقافي لإريتريا الأسترالي سيلتفت إلى أهل الخير وأهل العطاء وأهل التجربة والمساهمة والمشاركة في هذا المجتمع. لن يألو جهدا إنه سينظم أمسيات رغم كل الإحباطات الموجودة. نقول للناس حسنا وننصح الناس كذلك، وقد ننظم أمسية. هذه الأزمة التي نتحدث عنها أسباب شنو ومآلات شنو، حتى عشان نخط الناس في الصورة كمان يعني. حتى ذلك الحين باسم الملتقى وزملائي الأخ عامر حقوس والأخ ري محمد صالح رباط، أحييكم أنا أحمد الشريف، وباسم زملائي كذلك في إذاعة تلفزيون الريسات الزميل أبو هاشم والزميل كرار هي أبو، لكم التحية. وتحيات أخونا عود تسفي يونس كيداني في المونتاج والإخراج، وفريق العمل في الريسات كلهم، لكم التحية والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.